عندنا زينة وداك شيء إن شاء الله الرحمن الرحيم راه غادي في التحسن. وبالنسبة للتنظيم تهو عندنا مزيان، الجودة ديال الناس اللي كتدخل السلعة ديالها، كاين فين يبيعوا السلعة، كاين الناس من يعني كاين واحد التفاهم اللي الناس منضامين فيه. غير هي الأجواء ديال العيد لك شوية السوق باقي خاوي شوية، واحد الناس كتمشي تعيد مع وليداتها وهادي عاود كتكون واحد 3 أيام ولا 4 أيام بحال هكا. أما دابا الناس ملي كتجي راه كيكون السوق مزيان، الناس كتبيع وتشري، بالنسبة للثمن راه كاين من الدلاع من 3 دراهم حتى ل2 دراهم، يعني حتى الجودة كاينة. غير هي واحد المسألة ملي كتجي الشتا ولا هادي كتحبس شوية ديال الشتا، غادي تجيب غير الخير معاها. إلا ما كانت الشتا راه حنا ما كاينينش، سمعتيني، الشتا غادي تجيب غير الخير ديالها إن شاء الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة للمارشي ديال الدار البيضاء راه داك الشيء هائل صراحة، أي حاجة كنبغيوها كنلقاوها، أي حاجة في الإدارة كنضموا ليها كنلقاوهم معانا. بالنسبة لأي حاجة في البيع ولا في شي حاجة خاصة في الإدارة كنلقاوها. المنتوش موجود، كل شيء موجود، يعني اي حاجه، كاين الخوخ الشهديه، كاين الدلاع، كاين فواكه كامل، مونغ، كاين اي حاجه كنتظريها في البال ديالك الا وهي كاينه الحمد لله. غير خصنا حنا يكون القلوب صافيه ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونتمنوا من الله الخير للجميع، سمعتيني. الله يدخل علينا هذا العام، هذا العام هذه السنه تكون ان شاء الله تكون زوينه، وحيد علينا الوباء، وكل شيء يكون ان شاء الله بالفرحه ان شاء الله. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. جوده عاليه، لا دلاع ولا شهديه ولا خوخ ولا جميع الفواكه كامله، كاينه جوده عاليه هذا العام هذا، وجد مناسبه في اي ثمن مناسب للمستهلك ولا كل شيء، يعني كل شيء ياكل مستهلك خارج برا ولا كل شيء ولا هنايا ثمن مناسب. الاقبال وعيكون من بعد ان شاء الله الاقبال مزيان. غير دابا السوق مع هاد الاجواء ديال العيد ما راه معروفه، ولكن قدام هنا غيكون الاقبال مزيان ان شاء الله. والخير راه موجود، كاين الدلاع دابا من نواحي كامل، من زاكوره طاطا اقاق نواحي كامله دافع الخير كاين، والامور راه مزيانه. هادشي اللي كاين هذا مع العيد شويه كاين واحد الاقبال شويه، ولكن من ورا العيد قدام غيكون الاقبال مزيان ان شاء الله، غيكون واحد الطوناج مزيان، امور غتكون مزيانه. شويه كاين الخروج، ماشي ما كاينش الخروج، غير واحد الخروج قليل شويه. دابا الانسان مسافر شويه عادي يولي الدخول ان شاء الله، من هنا للاربعاء ولا الخميس غيولي الاقبال يرجع كما يرام، السوق يرجع كما يرام ان شاء الله. الثمنه مناسبه، جد مناسب، كل شيء مناسب الحمد لله. نتمنوا لكم عيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه، ويدخلوا عليكم وداويكم بالصحه والسلامه. بالنسبه لسوق الجمله الخضار الفواكه بالدار البيضاء، هو اكبر سوق يعني في افريقيا وفي المغرب، وكيستقطب واحد العدد يعني الحمد لله كبير ديال السلع ديال الخضار والفواكه. وهاد السنه ان شاء الله حنا كيف جيتو هنا شفتوا رحبه ديال الدلاح اللي هو مثال حي على تواجد هاد المنتوج هذا والخيرات ديال البلاد. الدور ديالنا كاداره السوق اننا كنواكبوا التجار اللي كتشوفوا هنا، هذه رحبه يعني موسمية تخلقات يعني ملي كيكون هذا الموسم ديال الدلاح، لأنه كتوافد عليه واحد العدد كبير الحمد لله ديال الشاحنات، فكننظموها في هذه الرحبة هذه. وكنشوفوا الإخوان التجار واش خاصهم شي حاجة باش كنواكبوهم، يعني من جميع النواحي، لا من الباب ديال الأثمنة ديال التعشير، لا من الناحية التنظيمية، كنكونوا مستعدين باش سوق الجملة الخضار والفواكه بالدار البيضاء يوفر للمواطن البيضاوي والمواطن المغربي عموما واحد المنتوج اللي يكون بثمن يعني مناسب وبالجودة اللي تكون عالية إن شاء الله هذه السنة. وغتواكبوا معنا الحمله اللي تنقوموا بها داخل السوق في هاد ثاني ايام العيد، كما قلت لك باش نواكبوا ونوجدوا الارضيه اللي كنسميوها حنا هذه انطلاقه ديال الموسم ديال الصيفي اللي غادخل ليه واحد المجموعه ديال الفواكه الموسميه كالسويهله كالدلاح كالمشماش كالخوخ كالمزاح الى اخره. ونتمنوا هذا العام يكون بخير وعلى خير، و
والمغاربه يكونوا في امان وبصحه جيده ان شاء الله الرحمن الرحيم. وتنشكركم، شكرا.